الاستثمار بما يكون لهناك استهلاك البلد الشقيق. هذه الزياره الثالثه لجنوب السودان خلال 6 اشهر، وهي تعني مدى العلاقه ومكانه العلاقه مثل الماضي، لكن احنا بنؤكد ان شاء الله بتتغير مزيد من هذه الزيارات في تغيير الشعب. جمهورية جنوب السودان، يعني إلى أي مدى تتفقون في وجهات النظر باعتبار في هذا الخصوص، باعتبار أن جنوب السودان طرف أساسي في دول حوض النيل؟ نعم. قبل ما يحيى أي إطلاع إقامة الرئيس سيد بكير عن المفاوضات التجارية بخصوص سد النهضة، وإطلاعه بما تم اتفاق المبادئ الموقع بين الثلاثة سواء مصر والسودان والمسلم، وتطلعنا إن احنا في نهاية المطاف نصل إلى اتفاق بعد انتهاء الدراسات الفنية التي يقوم بها المكتب الاستشاري، ونأمل إن شاء الله يعني في نهاية المطاف يكون الاتفاق النهائي بعد انتهاء المكاتب الاستشارية. واعتقد يعني السيد فخامة الرئيس طبعا يعني كان راضي وسعد بما تم التوصل اليه من هذا اتفاق المبادئ، وامله ان شاء الله يحل هذا الموضوع في نهايه المطاف. نشكر الله عشان هذه الميه احنا نشرب منها كلنا نشرب منها في سيرتي 30 بئر إن شاء الله في مختلف المدن الولايات. إن شاء الله نأتي مرة تانية، نعود مرة أخرى لافتتاح آبار تانية، ويعني خالص الشعب المصري، الشعب المصري والشعب جنوب السودان يد واحدة، يد واحدة، يد واحدة.